اهلا بيك عزيزنا المشاهد في حلقه من حلقات قناتنا قناه عصافير الزينه. النهارده هنتكلم عن المكسم واهميته لطيور الزينه وشروط الواجب توفرها في المكسم، ابقى معنا. في الحقيقه المكسم هو العصا اللي بتقف عليه طيور الزينه لممارسه حياتها، ويجب ان يكون هناك اكثر من مكسم في القفص على ان يثبت المكسم تثبيتا جيدا بين قضبان القفص. في الحقيقة أن المكسم هو المكان اللي بتقف عليه الأنثى، ويعتلي زهراء الذكر لإجراء عملية تخصيب البيض، وعشان كده واجب المكسم يكون مثبت تثبيتا جيدا. وهناك شروط أخرى واجب توفرها في المكسم. يجب أن يكون المكسم مصنوع من الخشب ودرجة الخشونة بتاعته معقولة نسبيا عشان تقدر تمسك به الأنثى برجليها. الحاجة التانية قطر المكسم يكون يتناسب مع أرجل الطيور. الحاجة الثالثة يكون المكسم مستدير أو عصا المكسم مستديرة ملهاش زوايا علشان ما تشوهش أرجل الطيور. بعض الهواة بيلجأ لاستخدام مكسم من البلاستيك أو مكسم من المعادن، ده لا يصلح في عملية تزاوج الطيور وبيؤدي إلى فشل التزاوج وطلوع البيض غير مخصب أو البيض رايق. وبعض اللي هو بيلجأ لاستخدام مكسم من فروع الأشجار ليحاكي الطبيعة بشرط أن يكون قطره يتناسب مع أرجل الطيور، ده مكسم جميل ومكسم مقبول. إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واعمل اشتراك للقناة عشان تصدق كل فيديوهاتنا. هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات اللي هتصلنا منكم. يا ريت تشتركوا في قناتنا لو ما اشتركتوش. إلى اللقاء في فيديو آخر. تقبلوا تحياتي، صبر أمين من قناتكم قناة عصافير الزينة.